السيسي يواصل نشاطه في واشنطن، والوفد المرافق يعقد اجتماعات لجذب الاستثمارات. رئيس الوزراء يبحث إجراءات استيراد اللحوم وتوفير السلع الأساسية. وموسكو تنفي عن دمشق استخدامها أسلحة كيميائية في خان شيخون، ومجلس الأمن يبحث الوضع اليوم. نشرة الثانية ظهرا من أون لايف، أهلا بكم. أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بحوار تلفزيوني مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، تحدث خلاله حول العديد من القضايا والملفات الهامة، وفي مقدمتها خطط مصر لمكافحة الإرهاب والإصلاح الاقتصادي. وكان الرئيس قد التقى خلال اليوم الرابع من زيارته عددا من قيادات وأعضاء الكونغرس الأمريكي، وفي مقدمتهم رئيس مجلس النواب رايان، حيث أكد على موقف مصر الثابت إزاء ضرورة الحفاظ على وحدة دول المنطقة ودعم مؤسساتها الوطنية بما يحافظ على مقدرات شعوبها. وأشار السيسي إلى ضرورة التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية. ومن جانبه أكد رايان أهمية تعزيز العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية بهدف التصدي للتحديات الضخمة التي تواجه البلدين، لا سيما في ضوء تطورات في الشرق الأوسط والعالم. كما تبحث الرئيس السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون حول سبل تعزيز العلاقات بين القاهرة وواشنطن، فضلا عن كافية التوصل إلى تسويات سياسية للقضايا الإقليمية وتعزيز جهود مكافحة خطر الإرهاب. وأعرب السيسي عن تطلعه لتعزيز الجهود الأمريكية من أجل استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط والدفع قدما بمساعي إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ومن جانبه أكد تيلرسون على عمله خلال المرحلة المقبلة على متابعة نتائج القمة المصرية الأمريكية من أجل تحقيق الانطلاقة الجديدة في العلاقات وتفعيل الحوار الاستراتيجي. كما أشاد تيلرسون بجهود القاهرة للتوصل إلى تسويات سياسية لأزمات المنطقة وبصفة خاصة ليبيا. مشاهدينا، ننتقل بكم إلى البيان الختامي وإذاعته في المؤتمر الدولي الوزاري من العاصمة البلجيكية بروكسل. السلام، ولكن هناك التزام من جانب المجتمع الدولي والمنطقة بأسرها. اليوم ما نتخذه من دعم وقرارات لتحقيق هذا المستقبل السلام في هذه المنطقة، وقد قررنا واتفقنا جميعا على تحقيق ذلك. هذا هو هدفنا جميعا وعملنا المشترك، ليس فقط لاجتماع اليوم ولكن في اجتماعات عديدة لإيجاد قرارات بناءة. وأنا أدعو الجميع للإجابة على أي أسئلة في هذا الأمر. شكرا جزيلا. سنأخذ بعض الأسئلة. السؤال الأول، السؤال يتعلق بدور الأمم المتحدة. أنا أهتم أيضا بتقديم الدعم المالي من قبل المؤسسات للمانحة، ولكن أود أن أعرف التحديات التي تتعلق بجمع الأموال وتوصيلها إلى من يحتاجونها على الأرض. السؤال الآخر، أود سؤاله للجميع وسكرتير العام للأمم المتحدة، بأن هذا الصباح قال أن هناك ثقة لديه ولدى مجلس الأمن والاطلاع بالمسؤولية عما حدث من إطلاق استخدام لأسلحة كيميائية وغازات سامة، وكما وعدنا من قبل ألا يتكرر هذا الأمر، فما هي خطواتكم لمواجهته؟ شكرا جزيلا. سأعطيك أعدادا في نهاية هذا المؤتمر اليوم، ولكن أعطني هذه الفرصة أن أشكر كل المؤسسات التي تمثل الدول التي تشاركنا اليوم، الذين اجتمعوا في وحدة ليمثلون الأمم المتحدة، وخاصة التزام بهذه القيم وقرارات الأمم المتحدة لدعم السوريين
ورفع المعاناة عنهم، أود أيضا أن أتحدث بصورة جادة عن الاستمرار في دعمنا ونيابة عن هؤلاء، فإننا نلتزم ونتعهد أيضا بالإفاء بهذه الالتزامات والمالية نحو السوريين. هناك أيضا حالة من الرعب والتي تؤثر على هذه العناصر المشاركة في تقديم الدعم والحالات الإنسانية، نظرا لخطورة تعرضهم لاستخدام هذه الأسلحة الكيماوية كما حدث في إدلب من استخدام للغاز. وكما سمعنا فإني أجيب هنا على الجزء الأول من هذا السؤال. هناك أيضا استخدام الأسلحة الكيماوية كأسلحة ضد الإنسانية هو أمر لا نسمح به على الإطلاق، وهو أمر ضد كافة القوانين الإنسانية وقوانين الأمم المتحدة، نظرا لتحريم استخدام هذه الأسلحة وتحقق الأمم المتحدة كذلك في مثل هذه الحالات، وهذا الاختراق من الجانب السوري لاستخدام أسلحة كيماوية كما قلت. هذه أحيانا نسعى لإيجاد بيانات حقيقية عما يحدث، ولكن هنا أيضا السكرتير العام يدرك كل هذه المخاطر وحقيقة التأكد بصورة هامة ومسؤولية عن من قام بهذا الاختراق واستخدام أسلحة محرمة ضد الأبرياء. فيما يتعلق بالتحديات التي نواجهها، نعم أتفق معك أنه هناك تحديات داخل سواء سوريا أو أولئك النازحين إلى دول مجاورة، ونحن نقدر واحترامنا لهذه الدول التي استوعبت أعداد النازحين، ونعمل بصورة جيدة على توفير الدعم المالي اللازم لهذه الدول لمواجهة الحالات الإنسانية. نحن نود تفعيل هذه الإجراءات المالية من أجل تقديم دعم مباشر مالي لهذه الدول التي تستضيف هؤلاء اللاجئين لتقديم دعم لهم ومعالجة هذه الحالات الإنسانية. نحن نستجيب بصورة سريعة على الأرض لمثل هذه الاحتياجات. هناك منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي تسعى كذلك لتقديم دعمها لهذه الدول وهذه في الحالات الإنسانية الصعبة، وأيضا حماية هؤلاء. وفي النهاية فإن أهم النقاط التي تحمي الأرواح وتحقيق السلام والمضي قدما في العملية السلمية التي تؤدي في النهاية إلى تحقيق السلام، نفعل كل ما في جهدنا ولا ندخر ولا نألو جهدا في تقديم الحماية والطعام واللوجستيات اللازمة لكل هؤلاء المحتاجين. معي هذه قائمة بكافة التفاصيل وما يقدمه كل شهر والتقدم من جانب كذلك مجلس الأمن، ومن عدة أسابيع فإننا نقدم دائما تقارير تتعلق بكافة المساعدات شهرا بشهر، وما نستطيع النجاح فيه وما لم نحققه، ولكن هذه الموارد، توفير الموارد هو دائما المفتاح النجاح. سؤال من وكالة الأخبار الكويتية. نود الحصول على بعض المعلومات عن المساعدات التي أيضا تقدمها أيضا الدول ومنها الكويت إلى دول الجوار التي تستوعب هؤلاء اللاجئين. شكرا. منذ انطلاق المؤتمر الأول للمانحين في الكويت منذ انطلاق المؤتمر الأول للمانحين، وقامت الكويت باتخاذ مسؤوليتها تجاه السوريين والمشاركة في مؤتمر المانحين الأول والأخير، ونحن نأمل من خلال هذا المؤتمر أن نقدم دعما ومزيدا من المساعدات والمنح للسوريين
إن هذه الأزمة الطاحنة في سوريا وما تقدمه التقارير عما تعانيه كذلك دول الجوار، كل ذلك يتطلب جهودا والتنسيق الكامل ما بين جميع الدول وتقديم الوسائل المتاحة لمساعدة السوريين وكذلك مساعدة دول الجوار التي تعمل على استضافة هؤلاء النازحين. كذلك نظرا لدورهم في استضافة هؤلاء اللاجئين، هناك الأردن كذلك ولبنان، يجب مساعدة هذه الدول على الإعداد والاستيعاب الكامل لهذه الأعداد المتدفقة فيما يتعلق بمجالات الصحة والمياه والغذاء والكهرباء والتعليم، كذلك للحاق هؤلاء الطلاب بالمدارس. نحن نحتاج للعمل على المسار السياسي بصورة إيجابية، وأيضا نعمل على ضمان مستقبل حياة آمنة وطبيعية لهؤلاء من أجل تحقيق الاستقرار. هذه تلك الموضوعات الأساسية التي تحدثنا بشأنها هذا الصباح. إذن مشاهدينا نتابع معكم مباشرة البيان الختامي للمؤتمر الدولي الوزاري المنعقد في بروكسل لدعم سوريا واللاجئين السوريين. نعود لاستكمال هذه النشرة، حيث أكد وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل أن اجتماعات الوفد المصري مع وزير التجارة الأمريكي ناقشت سبل حل العقبات والمشكلات التي تواجه حركة التجارة بين مصر والولايات المتحدة، إضافة إلى مناقشة كيفية إنعاش حركة الصادرات المصرية وعلى رأسها الغزل والنسيج. احنا اتكلمنا في حاجات عوائق حالية موجودة ما بين التجارة من الدولتين، منها شحن العوائق المحطوطة على شحن الصادرات المصرية من خلال الطائرات، دي تابعة لهيئة النقل الجوي الأمريكي، بعض العوائق اللي موجودة للمنتجات الزراعية، وجود مصر على حاجة اسمها الواتش ليست الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، ومن ناحيتهم برضو بعض النقاط. تكلمنا برضو النهاردة على تقليل مساعدة أمريكا في تقليل النسبة للكيو اي زي أو الكويز أجريمنت. احنا الصادرات الغزو والنسيج بتمثل يمكن حوالي 80% من الصادرات المصرية، 60% من الصادرات المصرية داخل في اتفاقية الكويز. ومن جهتها قالت وزيرة الاستثمار سحر نصر إن المباحثات المصرية في الولايات المتحدة تهدف إلى فتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات وضخ العملة الصعبة في السوق المصرية. احنا بنتكلم استثمارات تخش البلد، مصانع، شركات هتزود الإنتاجية، هتوفر فرص عمل، هتضخ عملة أجنبية في البلد، والأهم كمان إن احنا نبقى بنصدر بدل ويبقى في اكتفاء ذاتي، أو حتى بنصدر بدل ما كتير من السلع اللي احنا بنستخدمها بنكون إن احنا بنستوردها. وبرضو العلاقة الاقتصادية والشراكة مع الولايات المتحدة ليها كذا محور، يعني مش بس الاستثماري، ولكن برضو المحور إن هم لهم يعني نسبة عالية من التصويت في مؤسسات التمويل الدولية، ولذلك برضو من ضمن يعني المواضيع اللي احنا بنتفاوض عليها الوقت ده ان احنا ازاي ان يكون في تمويل ميسر للقطاع الخاص. بحث شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء مع وزراء التموين والتجارة الداخلية والزراعة والاستصلاح الأراضي، بحث الإجراءات الخاصة بالتعاقد على استيراد كميات إضافية من اللحوم والدواجن. وأكد اسماعيل التزام الحكومة بتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والحفاظ على أرصدة استراتيجية وضخ الكميات اللازمة من هذه السلع في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية بمختلف المحافظات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأسعار ومنع محاولة الاحتكار، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.
كما عقد المهندس شريف إسماعيل اجتماعا بشأن تنمية المثلث الذهبي الذي يربط محافظات الصعيد بالبحر الأحمر بحضور عدد من الوزراء. وقال ياسر المغربي مستشار وزير الصناعة ورئيس لجنة المثلث الذهبي، قال إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على دراسة تفاصيل نهائية للمثلث الذهبي والموافقة على بدء إنشاء هيئة اقتصادية مستقلة لإدارة المشروعات في المنطقة، على أن يتم صدور القرار إنشاء الهيئة نهاية مايو المقبل، وأن يكون المقر الإداري المؤقت بمحافظة قنا. وفي شأن آخر، أكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل أن مجلس النواب يعمل على مراجعة قانوني الاستثمار الجديد والإفلاس. وخلال حوار صحفي أعرب إسماعيل عن أمله في الانتهاء من القانونين قبل منتصف العام. الاستثمار والإفلاس الاثنين موجودين في مجلس النواب. الاثنين موجودين في مجلس النواب، ونأمل أن احنا ننتهي منهم قبل منتصف هذا العام. وده ما يمنعش أن احنا عندنا في نفس الوقت برضه قانون يعمل، لكن احنا التطوير بتاعه والحوافز وخلافه بنشتغل عليه. واتفق مع سيادتك تماما، القضيه ليست قضيه قانون جديد يبقى موجود والناس تشوفه وتبقى فرحه، لا، في حاجه بنشتغل عليها اهم وهي ما يطلق عليه دور البيزنس، وانت سيادتك عارف حضراتكم عارفين كيف يمكن اصلاح المنظومه، ودخلنا فيها بالتفصيل فين المشاكل، المشكله فين، تصريح ارض، تراخيص التشغيل، الموافقات على الحماية المدنية. وصل وزير داخلية مجدي عبد الغفار إلى تونس على رأس وفد أمني للمشاركة في أعمال الدورة 34 لمجلس وزراء داخلية العرب، والتي تبدأ فعالياتها اليوم بالعاصمة التونسية. واستقبل عبد الغفار لدى وصوله إلى مطار قرطاج السفير المصري بالجمهورية التونسية وعددا من كبار قيادات وزارة الداخلية التونسية. ومن جانبه، أكد وزير الداخلية على ضرورة تفعيل آليات التنسيق الأمني بين الدول العربية لمواجهة التحديات المرتبطة بانتشار الأيديولوجيات المتطرفة. ألقت هيئة الرقابة الإدارية بالإسماعيلية القبض على العميد محمد الغمري رئيس مدينة المستقبل بالإسماعيلية متلبسا بتقاضي رشوة. وتمكن رجال الرقابة الإدارية من ضبط المتهم بعد تسجيل لحظة تلقيه الرشوة بالصوت والصورة، حيث وردت بلاغات عدة ضد رئيس مدينة المستقبل لاستغلاله النفوذ وحصوله على رشاوى نظير إنهاء مصالح المواطنين بالمخالفة للقانون. دوليا، حيث نفت وزارة الدفاع الروسية أن تكون القوات السورية قد استخدمت أسلحة كيميائية خلال قصفها لمواقع في بلدة خان شيخون بريف إدلب، موضحة أن المقاتلات السورية قصفت مستودعا للذخيرة تابعة للإرهابيين يحتوي على أسلحة كيماوية وصلت من العراق. وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، أكد أن أعراض التسمم التي لحقت بالمدنيين في خان شيخون مشابهة لتلك التي أصابت المدنيين خريف العام الماضي والتي ألقاها الإرهابيون في حلب. من جانبها، نفت القيادة العامة للجيش السوري في بيان لها نفت استخدامها مواد كيماوية أو سامة في بلدة خان شيخون بريف إدلب، مؤكدة أنها لم ولن تستخدمها في أي مكان. هذا ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماعا طارئا حول هجوم خان شيخون الذي وقع أمس في ريف إدلب، ويعد ثاني أكبر اعتداء بمواد كيماوية في سوريا منذ 6 سنوات. ويطالب مشروع القرار الذي تقدمت به كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، يطالب بإجراء تحقيق في أسرع وقت ممكن. كما يدعو مشروع القرار منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى أن تعد تقريرا عاجلا يتضمن ما خلصت إليه بشأن الهجوم. وفيما له صلة، أكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أن كل الأدلة تشير إلى تورط دمشق في القصف بغازات سامة على خان شيخون. ندد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بالجريمة الكبرى التي ارتكبت أو ارتكبت بحق المدنيين السوريين في إدلب. وقال أبو الغيط إن استهداف وقتل المدنيين بهذه الوسائل المحرمة تعتبر جريمة كبرى وعملا بربريا، وأن من قام به لن يهرب من العقاب ويجب أن يلقى جزاءه من قبل المجتمع الدولي طبقا للقانون الدولي والقانون الإنساني.
وفي ليبيا، حيث أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية عن انطلاق عملياتها العسكرية البرية لتحرير قاعدة تمنهت لمنطقة سبها بمشاركة القوات الجوية. للمزيد مشاهدينا حول الأوضاع في ليبيا، ينضم إلينا مراسل أونلايف مباشرة أو هاتفيا بكر الشرقاوي. بكر، أهلا بك. في البداية، يعني آخر الأوضاع الميدانية لديك؟ آخر الأوضاع الميدانية، أهلا زميلتي شيماء. بدأت منذ قليل القوات المسلحة العربية الليبية بإطلاق العملية البرية على قاعدة تمنهت الجوية لتحريرها من أيدي الميليشيات المسلحة الإرهابية التي سيطرت على هذه القاعدة طوال 3 سنوات الماضية. هذه العملية يصحبها ضربات مركزة من سلاح الجو الليبي على تمركزات الميليشيات داخل القاعدة لاسترداد القاعدة. هذه القاعدة تقع في منطقة سبها جنوب ليبيا، وتعد من أكبر القواعد الجوية للقوات المسلحة، سيطرت عليها الميليشيات المسلحة طوال الفترة الماضية. في خلال الأسابيع القليلة الماضية حاولت القوات المسلحة في إجراء تفاوض على انسحاب الميليشيات المسلحة من هذه القاعدة لحقن الدماء، ولكن رفضت الميليشيات المسلحة من الانسحاب من هذه القاعدة، وبالتالي بدأت العملية العسكرية لتحرير تلك القاعدة من أيدي الميليشيات. نعم، طيب، ما الاستراتيجية التي تعتمد عليها القوات الليبية لمواجهة الجماعات المسلحة؟ بالنسبة للاستراتيجية التي تعتمد عليها القوات المسلحة العربية الليبية هي استراتيجية الحصار، بتفرض حصار كامل على المعاقل التي تعد من تقوم بها او تضع بها الميليشيات المسلحة أسلحتها والعربات المخصصة لها، فيتم حصار المنطقة بالكامل. هناك عمليات عسكرية على 3 مناطق خلال الأسابيع الماضية تقوم بها القوات المسلحة، هي العملية العسكرية فيما يخص الحصار التي تقوم به في مدينة بنغازي في آخر معاقل الجماعات الإرهابية، وهي منطقة سوق الحوض ومحور الصبري في بنغازي. بالنسبة لسبها في الجنوب، قاعدة تمنهت الجوية وهي تتمركز فيها ميليشيات مسلحة، وبدأت فيها القوات المسلحة الليبية العمليات الآن. النقطة الثالثة وهي قاعدة الجفرة الجوية، وهي تتمركز فيها جماعات تنظيم القاعدة، وهي برضو تقوم بها القوات المسلحة بضرب تلك الجماعات بسلاح الجو الليبي. نعم، على مدار الأيام الماضية. نعم، شكرا جزيلا لك مراسل أونلاين، كنت معنا هاتفيا من ليبيا بكر الشرقاوي، شكرا لك. سلم الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، سلموا الوحدات السكنية للمنتفعين بمشروع تطوير منطقة السمكين بمدينة المنشأة وذلك بمحافظة سوهاج. للمزيد مشاهدينا للمتابعة معنا من سوهاج موفد أونلايف إبراهيم عزت. إبراهيم، أهلا بك يعني مرة أخرى، يعني تابع معنا تفاصيل تسلم المنتفعين للوحدات السكنية من محافظة سوهاج وكذلك الدكتور مصطفى مدبولي. تحياتي لك زميلتي شيماء من أمام كورنيش النيل من هنا من محافظة سوهاج ومن أمام هذه الواجهة النيلية المقابلة للعمارات السكنية الذي قام بتسليمها صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان للقائمين هنا في منطقة الصيادين. هذه المنطقة شيماء كانت منطقة عشوائية تماما غير صالحة للحياة، وتعد إحدى المناطق النائية، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر كبير جمعه مع السكان الذين تسلموا هذه الشقق بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقامة المشروعات التنموية وخصوصا المناطق النائية وتطوير العشوائيات، الذي تابع هذا المشروع شخصيا سيادة الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي. كما أيضا تم عرض يعني تسجيلا لهذه المنطقة قبل وبعد هذه المنطقة قبل أن تفتح اليوم. عدد هذه الشقق شيماء 207 شقة و207 أسرة إذا تسكن هذه العمارات السكنية المقابلة إلى هذا النيل وهذا كورنيش الذي من هنا يمتهنون ويعملون في مجال الصيد، كما تعلمي هذه القرية التابعة للمنشأة بمحافظة سوهاج يعملون بالكامل بوظيفة الصيد. أيضا يوجد أسفل كل عمارة شيماء
جميع الخدمات. تفضل. نعم جميع الخدمات سهلت للمواطنين في هذه المنطقة. شكرا لك إبراهيم عزت، شكرا لك. إذن مشاهدينا انتهت هذه النشرة، شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله.